1969 تم إطلاق أول مركبة فضائية وهي أبولو 11 باتجاهها لسطح القمر، واللي شارك في إطلاق هاي المركبة الدكتور عصام نمر. مين هو؟ هو عالم فضاء فلسطيني قام بمشاركة إطلاق هاي المركبة، ولكن قبل إطلاقها أخذ صورة فوتوغرافية لطاقم المركبة، والهدف من ذلك أنها تكون للذكرى، وقام بتوقيعهم عليها وإهدائها إلى أهالي مدينة جنين، وهي الآن موجودة في مكتبة بلدية جنين. بدك؟ انت لسه بتتغدي قاعده؟ صح قلبك كش مي؟ يعني بتعبي المعده. انت غدا نازل على الفواكه، صح عافيه. على فكره هاي اشياء يعني هيك نقرشه صحيه، بس ماشي مع صحيه. صح. بس يعني ما هو كل شيء بيزيد عن حده وبقلب ضده بالمناسبه السعيده. ولا مش عايزة. لا لا صح. لا لا هي مفيده مفيده. اجيب لك خبز مقلي جنبهم ممكن يساعد. ما هو انت لو جبت غدا كان ما وصلنا لهي المرحلة يعني. ماشي، بس يعني استني الغداء. انت فيش تحمل لموضوع الاكل؟ ما انت بتاكل قبل ما تروح على الجيم. طيب فما بتحس بالجوع؟ بس انت لازم يعني هلا هاي التصبير الغداء ولا حتسد نفسك؟ هاي المفروض حلويات. ابدا، اجى الضيف اللي حيشرح لنا عن هاي التفاصيل ويحل لنا الاشكال. لا لازم ما اكل قدامه صح؟ حتى كنا منتبع في شغلة ما كملناش نحضرها. كوتش يا زلمة، عليكم السلام. أهلاً وسهلاً بالكوتش العظيم. يا هلا، تفضل. لو لحقتنا بس شوي شفت هالمنظر. ايش فيه؟ عماد حاطط هاي بحضنه وقاعد بياكل. وراي وراي انا. طيب شوية خبز شوية كماج. المي بتكذب الغطاس بالمناسبة. نعم صحيح. ولا لا؟ ولا بتكذبوش للغطاس المي؟ بس قبله. ما لحقش يغطس. ما لحقش. بس أكل صحي. ألف هنا. بس كل إشي بيزيد عن حده كوتش بقلب ضد. طبعاً أكيد. حتى الرياضة؟ طبعاً. هذا اعتراف. هاي البداية. مش مصلحة في الرياضة فيعني. عاد أنا رياضية جداً، ما هي جايبة وقت الرياضة بدنا نلعب هلا. لا. شايف؟ الكوتش يزن زهران العظيم اللي متعب الشعب معه. واحد حمص واحد. شغل باي وتراي. إحنا الله يعطينا الصحة. إحنا الله يعطينا الصحة. دائماً وأبداً. طيب إحنا كوتش يزن. تفاصيلنا حنحكيها كمان شوي، ولكن قبل ما نحكي هاي التفاصيل بدنا نشوف هالتقرير الصغير بحكي عن عالمك. خلينا نتفرج عليه احنا وياك ونرجع نكمل قصتنا. الرياضة نشاط بدني له تأثيرات إيجابية خاصة بالجسم، لهيك تعتبر الرياضة من السلوكيات الهامة والصحية. بالإضافة إلى ذلك تقسم إلى عدة تصنيفات، منها الرياضات الفردية والجماعية، خصوصا أن مفهوم الرياضة تجاوز الهواية والسلوك الصحي لأنها أصبحت وظيفة بيمتهنها الكثير من الناس. لهيك تستمر ثقافة الرياضة بالانتشار بطريقة إيجابية في أوساط المجتمعات، خصوصا المجتمعات الشبابية، لأن الرياضة لها العديد من التأثيرات الإيجابية، خصوصا أنها بتساعد في حماية الجسم من الأمراض وبتعمل على زيادة قوة الجسم وتحسين المظهر العام. وأيضا ممارسة الرياضة بأنواعها بتساعد القلب على ضخ الدم ليوصل إلى العديد من الأجزاء بالجسم، بتساعد على تحسين الجسد وتحسين الجانب النفسي للإنسان. لهيك الرياضة صحة. شو رأيك بالمعلومات؟ يعني زي الفل. هيك الرياضة يعني. الرياضة شيء مهم وجميل في الحياة، يعني الرياضة لها فوائد كثير على كل جوانب حياتك. يعني عشان تكون إنسان ناجح في حياتك مش شرط تكون بتلعب رياضة، بس إذا كنت بتلعب رياضة بتكون أمورك أحسن. أوكي. تمام، لأنه بتفيدك على نفسيتك، الجانب النفسي، الجانب الاجتماعي، جانب تعاملك مع الأشياء، حتى مع المي، حتى مع تليفونك، حتى مع التطور التكنولوجي اللي احنا عايشينه. الرياضة بتعلمك كيف تتعامل مع هاي التفاصيل.
زائد انه على الجانب الاجتماعي بتبني علاقاتك الطف، بتهذب نفسيتك، يعني كثير شغلات. حلو. طيب يعني كوتش خلينا بس هيك حبه حبه، لانه كل مكان ممكن احنا نسال فيه تفاصيل معينه. انت بتحكي انه ممكن تكون لها تاثير ايجابي بشكل كبير على العلاقات الاجتماعيه. طيب هل انه المجتمع لازم يكون في عنده ثقافه الرياضه اول لتكون قادر انك تكون او تستفيد من موضوع الرياضه في العلاقات الاجتماعيه، او يكون موضوع تاثيرها ايجابي؟ صحيح. شوف احنا صراحه الايام هاي او في الفتره هاي في اخر 10 سنين صار عندنا نهضه رياضيه. تمام. بلا شك يعني سواء على صعيد الرياضات الفرديه خلينا نحكي، او الرياضات الجماعيه في البلد كلها. طلع حجم الجيمات اللي فتحت في البلد. تمام. يعني هذا بدل لو فيش سوق لها بسكرت زمان وروحت. في ناس صار عندها اقبال على الرياضه، صارت تفهم شو يعني رياضه. اوكي. صارت الناس تحس في تاثير الرياضه، وفي جانب اخر صارت الرياضه حاجه عند الناس، يعني احتلال فيش رواتب اكيد. انت فاهم يعني مليان ضغوطات والحياه بشكل عام كلها. بدك دور على ساعه لك في نهارك تخلص من كل فرغ كل في تلفونك، تحط تلفونك في سيارتك او وين ما ايش حياتك، ساعتك لك تركض تمشي تلعب رياضه تحمل اوزان تغير من شكلك من طبيعه حياتك من نظام حياتك. يعني الرياضه بشكل عام حاجه نفسيه وجسديه واجتماعيه وسلوكيه على كل النواحي. الرياضة إشي جدا جدا مهم. بس بما أنه بنحكي عن الثقافة كمان اللي حكى عنها عماد، إحنا يمكن لسه عندنا مشكلة بموضوع الأعمار اللي بتمارس الرياضة. يعني بتلاقي بس جيل الشباب، فئة الشباب هم اللي بتوجهوا لهذا الحكي، مع أنه فعليا أنت لازم تكمل بالرياضة بحياتك بغض النظر قد ايه عمرك. صحيح. أنا بس قبل ما تجاوب السؤال بعد إذنك، أنا قدمت بدي أصب قهوة، تشرب قهوة ولا يعني شاي؟ قهوة. قهوة؟ آه. تمام. يعني عشان ما أقومش بس. كمل. قول. جاوب على السؤال. مسموح لي؟ المايك معي؟ معك المايك، روح. لا اليوم صارت عندنا، شوفي الناس زمان كانت تخاف من موضوع، شكرا ألف هنا، من موضوع الرياضة والعمر. يعني الناس الكبيرة بالعمر بدي أروح ألعب رياضة بعد هالعمر، شو المشكلة أروح ألعب رياضة، شو بصير عليك يعني؟ بالعكس بتحسن من جسمك ومن أدائك ومن من بدناش نحكي بتطيل عمرك، لأن العمر يعني قدر عند ربنا يعني، بس على الاقل اللي ضايل لك من عمرك بتعيشهم بصحه وسلامه وزي الفل. واذا انت ولد يعني للعمر الصغير بتعلمك تصير عندك الرياضه اسلوب حياه خلينا نحكي ونظام في حياتك وشيء انت في حاجتك وفي يومك بصير زيه زي دوامك. طبعا يعني زيك زي دوامك. في عندي ساعه رياضه. الطابور تبع المدرسه الصبح على الخمسه مش لازم اشلف منه مغوز. صحيح. لا روح احضر العب اتمرن. طيب موضوع الرياضة يعني بتنوع، خلينا نحكي فيها الرياضات الجماعية وفي الرياضات الفردية. صحيح. المفروض. ولكن بطبيعة المجتمع اللي احنا موجودين فيه، مجتمعنا الفلسطيني، أكثر رياضة أنت كرياضي محترف بهذا الموضوع، أكثر رياضة بتشوف فيها إقبال من الشباب هي رياضة كمال الأجسام ولا رياضة أو خلينا نسميها الرياضة الفردية؟ تعتبر هي رياضة الفردية فردية. صحيح. أو رياضات مثلا الجماعية زي كرة القدم والسلة واليد، مين أكثر تنوع في هذا الموضوع، الرياضات الفردية ولا الجماعية؟ وإذا في أسباب توجه يعني ليه؟ التنوع طبعاً الرياضات الفردية. انتشار خلينا نقول مثلاً. يعني. أنت الرياضات الفردية. كلنا بنحب نشوف رياضة، كلنا بنحب نلعب رياضة. يعني تمام. بس أنت شو بتمارس؟ طبعاً رياضة فردية. أغلب الناس. نساك من كون كرة القدم اللي هي مسيطرة بشكل كبير. بس تعال على نحكي على الطرف الآخر اللي هو الجيمات. يعني الرياضات الفردية هي الرياضة الدارجة، سواء كمال أجسام، حتى إحنا الإيروبكس هي رياضة مثلاً بنعتبرها إحنا جماعية فردية، لأنها بتكون فيها لحالك بذاتك، مزبوط ضمن مجموعة وما إلى ذلك، بس يمكن إنك تلعب لحالك فردي. كثير عندك الناس اليوم توجهت أتخيل لك للرياضات الفردية. وحتى احنا على مستوى الرياضات الفرديه اذا احنا فكرنا في يوم من الايام انه البلد هاي يصير لها طموح وتمثل في المحافل الدوليه خلينا او نحكي يصير لها شان كبير في الرياضه، بس على الرياضات الفرديه. انا سالت هيك احكي لك شغله بالمناسبه السعيده هاي، انه يعني احكي لك شغله انه فعلا انت لما بدك تيجي تكوني مثلا تعمل رياضه جماعيه ويصير عندك مثلا 5 أو 4 أيام في الاسبوع ولازم يكون معك مجموعه من الافراد، هذول الافراد مش دائما وقتهم بتناسب مع وقتك اللي تروح وتتوفر. طب صف موضوع الرياضه الفرديه هو اكثر، حتى مع مثلا على مستوى كره القدم بعد ما صار عندنا الاحتراف والباسكت. تمام.
حدنا محصور مثلا، حدنا محصور يعني لما بدك تمثل فلسطين برا في المستويات يعني. انتهى بس تشتغل بتتعب، ممكن تصير احسن شوي بس مش احسن كثير. بس السبب يعني ثقافه الاحتراف مش موجوده عندنا صراحه، عربيا ولا فلسطينيا. امكانيات مش موجوده، بس هي انا بشوفها يزن عربيا كمان يعني طبعاً. يعني قارن مثلا المباريات العربيه بالمباريات الاوروبيه او الكل بيستنى الدوري الاسباني دوري الانجليزي، بس يعني على مستوى في المقابل تشوف احنا مستوانا على مستوى الرياضات الفرديه احنا حدا منيح كثير في العالم جدا، كل الميداليات الذهبيه والبرونزيه في التايكواندو اختار اللي بدك اياه على المستوى الفردي والرياضات الفرديه احنا مستقبل يعني صحيح. احنا مستقبلنا كثير منافسين فيه من هلا بس بنشكل نسبه منيحه. قبل ما ندخل في كل هاي التفاصيل نرجع شوي للموضوع العام اللي هو الرياضه بشكل عام. كل اللي عم تحكوه هو كثير مهم، بس بتخيل انه الرياضه لحالها ما بتكفي، يعني انت مع ممارستك للرياضه سواء كان انت بتمارسها بشكل فردي بتطلع بتمشي ساعتين او بتركض بالنهار او بتروح على جيم، في نظام حياه لازم يكون ماشي بالتوازي مع الرياضه سواء كان بالاكل بالعادات الصحيه اللي احنا شوي مش كثير ملتزمين فيها بكل هاي التفاصيل. يعني في كثير ناس ضعاف بقابلهم بالحياة بيروحوش للرياضة لأنهم فاكرين أنهم رح يضعفوا كمان، فهاي المعلومات اللي هي بسيطة في الرياضة كمان مش عارفة كيف لا مش واصلة يعني للكل. هاي أول اختراع جنبك مثلا عمدة يعني اختراع بالضبط. أنا شو سلكين. وضعك أنت؟ أنا سلكين وتطورت ماشي صح بالرياضة متبعين يعني أنت؟ عماد حدا نشيط وملتزم في الرياضة خليني أصارحكم جد حدا يعني ملتزم جدا سواء في تمرينه في أكله وتمرينه انا بشوفه زلمه بتعب مني فرق انت حسيت كتير. فرقت انا بس قطعان بكلامك كوتش بديش احس حالي ضيف هاي الفقره ولكن تمام. بالاول وبالاخر انا دخلت او بديت امارس الرياضه بشكل للترفيه عن الذات اكثر من اي شيء اخر، فلقيت حالي انه الموضوع لطيف. وشوفي كمان شغله، اذا كان المكان مناسب او مساعد انه انت تكون نفسك مفتوحه لانك تمارس الرياضه صدقيني بيساعدك وحافز بيكون اكيد. فانا كنت 59 60 كيلو هلا 70 كيلو 69 70 كيلو 10 كيلو هذول 10 كيلو 10 كيلو بتحكي في 4 بس 10 كيلو صحيين عشان نوضح أيوة. هذا الحكي في فرق دائما يعني فانا كنت يعني بدون مؤاخذه لما ادخل على محل اشتري بنطلون ما فيش مجال مع البنطلون لازم يزور خياط يعني كوست عليك زياده نفس قصتي هاي. فالموضوع انه بس خلينا نرجع للنقطه اللي بدا فيها يزن اذا هيك لما بدا يحكي لنا عن انه الرياضه قديش بتساهم كمان في الجانب النفسي في العلاقات الاجتماعيه بكل هذا الاشي، حسيت انه فرقت معك مثلا بهذا طبعا لازم الموضوع. تفرق معك لانه بالاول وبالاخر انت لما يكون في عندك فكره معينه انه انا بالنسبه لي الرياضه هي حتوصلني لمكان انه لازم تقلل وزني صحيح. او لازم ولازم لا هي العكس تماما او هي العكس تماما يعني حسب انت كيف بدك توظفها حسب كمان. انت شو بدك نرجع لنفس النقطه انا بدي اضعف يعني الرياضه وسيله تساعدني عشان انزل وزني بس في عندك عامل موجود في كل في كل شيء سواء بدك تزيد وزن بدك تنزل وزنك بدك ترتب كسمك العامل النفسي موجود في كل المراحل كل الزوايا هاي التحضير العقلي كمان طبعاً. انك تكون مقنع حالك انه انا رايح بدي اعمل هيك فهذا المفروض يساعد طبعا. والنقطة اللي حكاها عماد هي موضوع الجو العام يعني يا بيخليك تكمل يعني كلنا ممكن نروح على الجيم ونبلش لا مش انا مش هام بسحب حالي برا مش هام مش مش يعني بزبطش اكون هون مش تركيبتي. الجو العام بيساعدك كثير تضلي وتتمسكي وبالفعل تكون عامل في انه الرياضة تكون اسلوب حياة في حياتك جميل ونظام. وكمان ما بينفعش بتخيل انه نربط حالنا بس بنادي رياضي او بجيم يعني في تمارين الشخص بيقدر يقوم فيها لحاله في البيت يعني في ناس ما بتقدر تروح على الجيم الوقت ما بسمح لهم ظروف الحياه كل هالاشياء امشي اركض في الشوارع مليون الف تفصيله لك في بيت في رياضات ممكن تعملها في البيت لستات البيوت اللي بزبطش معهم يروحوا على الجيم عندهم اطفال عندهم كذا طبعا هاي محلوله اليوم بس بشكل عام يعني حتى في البيت في عندك رياضات البيتية ممكن تنعمل في البيت ومش مطلوب منك 10 ساعات ربع ساعة وإذا بزبطش كمان وزعيها شو المشكلة شو بمنعك استاذ نكون مخدين احتياطاتنا انه ما نأذيش طبعا حالنا. طبعا يعني التمارين هي البسيطة يعني في البيتية اللي انت مش بحاجة لا حدا على راسك طبعا بدك توصل لمكان انه انت تكون كمان مقتنع انه انت عم بدك تستفيد كمان في مكان لانه اذا بالاول وبالاخر اذا رحت لاني بدي اروح
او يعني واجب عشان لازم اروح مش حتستفيد بطبيعه الحال يعني. ولكن احنا عم نحكي انه مطلوب انه يكون البني ادم في مكان يعطي جسمه لانه جسمك عليك لجسمك عليك حق فيعطيه ساعه زمان على الاقل بنهار بتهيأ ليش يكون والساعه موجوده يعني فيش حدا فينا مستحيل يعني فيش تقنعنيش فيش حدا نهار وساعه مش يعني هاي الساعه لك دشر الدار دشر الشغل دشر تليفونك ارتاح فعليا صفي ذهنك بالضبط يعني هي بالاول وبالاخر ساعه موجوده ولكن كيف يزبط معك هي. تكمل صح بعدين يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم إني
أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وخليت وجهي إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طب شو قصة الناس هذول اللي بيروحوا يومين وبعدين بتعبوا وبقعدوا في البيت؟ هي حمى وتراس اذا بدك ولا صح؟ هي حمى وتراس فعلا يعني الجيم. شوف انا لي صديق هو اللي شجعني اني اكون امارس الرياضه. مش عم بمارس الرياضه لابني جسم انا يعني بالاول وبالاخر، ولكن مش حنشوفك بطل يعني في يوم من الايام. لا 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 مش انا ذاك بصراحه، مش طموح، مش مفكر اروح بطل. بس هي فكره انه فعلا انت تستفيد شوي شوي، لقيت حالي اني عم بستفيد، لقيت حالي جسمي احسن، لقيت حالي نفسي اطول، لقيت حالي بتعامل بلطافه اكثر، يعني نفسيا مرتاح اكثر. العصبيه بتروح مع الرياضه، بتخفف عصبيه، حده العصبيه. جاينا رمضان، في جيم ولا فيش جيم؟ في عصبيه، ما علينا. ولكن بطبيعه الحال هي الرياضه مكان لطيف انك تفرغ فيه كثير اشياء. صحيح. بالمناسبه فانا بحكي لك بتجربتي ردا على سؤالك، انه في ناس بتروح يومين وثلاث. انا في حدا دعمني اني اروح او طلب مني اروح مره وثنتين وثلاث، ابو السعود بيعرف الكوتش هذا، فكل التحيل على طبعا. فهو اصر مره وثنتين وثلاث انه روح جرب، اخذني مرتين ثلاث معه، فلقيت انه الموضوع لطيف، ليش ما اجرب؟ فلقيت انه في صحبه، فلقيت في عيله عم تكبر، هاي العيله صح بتزعل شوي، بترضى شوي، بتهلك شوي، بس اتموسفير، يعني هو اتموسفير حلو انك مارسي. جميل. لو كان ساعة حس حالي أنا الضيف هلا، كيف حالك كوتش يزن؟ السلام عليكم. لا أنا كنت كمان. بس هو تجربتك صح، لازم تعكسها. يعني. وخاصة إنه أنت حدا يعني كنت برا، ما لكش مصلحة يعني. أنا كنت أصحى أول إشي أفتح عيني على فنجان قهوة وسيجارة، ما كنتش أفطر، ما كنتش أعرف إشي اسمه فطور. هلا أنا عم بفطر مثلاً. بفطر وبتغدى وبتعشى زي وقفت زي وقفت تدخين عشان لا ما وقفتش تدخين، احنا على الهواء ما ينفعش نحكي عن الدخان. بالمناسبه عن موضوع الرياضه اجمالا، هلا اوكي التدخين له ضرر، التدخين مضر طبعا، ولكن هل انه مضاد لموضوع انه انت تكون بني ادم رياضي؟ يعني مضاد لانه تكون بني ادم صحي. اوكي طيب الرياضه بكون في تنافر، يعني ما بزبط العب رياضه الا لازم ابطل تدخين. شوف يعني انك تلعب رياضه وتدخن احسن من انك تدخن وتلعب رياضه. اوكي برجع لنفس النقطه، نفس نقطه انه برضه بتلعب ما تاكلش. بس مجرد يعني انك دخلت في رياضه هاي فرصه انك تنظف جسمك من كل هاي السموم. يعني انت عندك ساعتين بالجيم ما بين تمرينك ودشك وساونتك وبخارك وتفاصيلك وعلى ابو سعود انت فاهم يعني ما هي ساعتين بدون ولا سيجارة منيح. طيب يعني هذا مهم، بس بدي أعرف أنو اللي بيروحوا على الرياضة أكثر، آدم ولا حواء؟ آدم ولا حواء مين بتشوف؟ يعني صعب. لا أنا بشوف آدم جدي أكثر صراحة. هلا آدم بيروح بس عشان بس تستهينش موضوع حواء يعني. لا مش بس مش عم بستهين. لسه الستات بيهتموا في جسمهم اكثر مني. موضوع هي وانا برجع باكد انه هو موضوع رياضه بشكل عام من باب الصحه اكثر من اي شيء ثاني، سواء بس لا احنا في موضوع التجميلي كمان حاضر وضروري يعني. كثير كبير. تمام يعني هم بفوزوا علينا في الهاي، مصحتين معكم بس يفوزوا علينا. والتزامهم اكثر بتخيل لما يبدو، صح ولا العكس؟ بترجع للشخص. نرجع لسؤال حلقه حواء وادم، مين اكثر التزام بالوقت، حواء ولا ادم او عماد ولا فرح؟ هون اجابه ممكن نجاوبك يا عزم، مين اكثر التزام في هذا الموضوع؟ احنا. كيف يعني احنا الشباب؟ آدم. حواء ادم ادم وبعنف يعني. كيف ما هو صار هذا الحكي؟ على فكره احب اعرف على ايامي ما كان هيك. على ايامي ما كان هيك بالمره.
يعني هو كوتش بالمناسبه هلا يعني انتم سمعتوا التنين فمفكرين انه راح ارضى بهي الاجابات. نحكي عن تجربه موجوده لا لا او حاله موجوده. كوتش يزن هو الشاب بلزم بالرياضه انا متاكده بعد ما يبلش يلعب حديد يرفع يشوف نفخه شوي فبيكمل بيعجبه الموضوع. طب صحيح والبنت امتى بس تروح وتمارس اول يوم وثاني يوم وتشوف. لا صحيح بسرعه احنا ما خلصنا في هذا الموضوع وحبالنا طويل شوي فعلى اساس هيك بدنا نروح على فاصل وراجعين. اوكي خليك محلك جالسين سيدي يلا فاصل. لفيت لفتين قبل ما نبدأ. حميت بشب حميت انا هيك كل شوي احنا حكينا ساعه في النهار مش كل 10 دقائق كل ما تلاقي حالك فاضي يعني انا بقول تقوم تستغل الوقت بما انه موجود عشان ما تروحش عليك ساعه الرياضه اليوم. تعملوا لنا كم من حركه انت وياه. طيب ماشي احنا حنعمل لك كم من حركه انا بعد ما نخلص بما انه احنا لا هلا هلا شو بدك نعمل احنا جاهزين. انا مش مخلص البرنامج ماشي انت اقترحي علينا تمرين واحنا جاهزين. استنى شوي استنى شوي ايش حفظ تمرين انا عشان هيك ما انا يعني حاطه في هذا المكان. تفضلي اعطينا تمرين يتناسب مع الموقع اللي احنا فيه واحنا حاضرين واحنا جاهزين. اللي بده يلعب رياضه بيلعب باي مكان واي زمان صح ولا لا؟ ماشي نعم صحيح. احنا انا مستعده هلا ازحي لكم هدول الطاولتين ماشي وتتفضلوا هون واحنا مستعدين نرجعهم عادي فيش عندنا اي مشكله يعني تكبير في راس ايش اكمل الحلقه. طب ايش طب بدي رياضه. طب انا عندي رياضه. ايوه نشوف حواء وادم ونرجع للتمرين تبعك واحنا بنشوف حواء وادم بدكم تقوموا تعملوا رياضه. اوكي ماشي حواء وادم اجيك. مين هنا ما عنده فضول؟ نزلنا على الشارع وسألنا الناس مين الفضولي أكتر آدم ولا حواء؟ خلينا نشوف. أكيد حواء بس هي لأنها بتمها تنكش على الشغلات. إحنا رجال منحب خلص نمشي فأنتوا بتدقروا وهذا الإشي كويس بهيك حياة حلو الواحد يسمع فأنا بقدر الفضول اللي عند المرأة. المزبوط نعم أكيد حواء لأن النساء دائما بيكون عندهن الفضول يعني تعطيها سر مثلا خلص بتقدرش تكتمها فضول عندها انها تطلع فضول انها تعرف هاي الاشياء. ادم لانه ادم اثرت عليه حواء فمن خلال تاثيرها هو اكل التفاحه وبعدها صارت اللي نزلوا على الدنيا بعد ما كانوا بالجنه تمام وطبعا تاثيرها كان عليه بشكل مش طبيعي انه هلا زي ما حكيت لك المرأة لها تأثير على الرجل يعني بشكل يعني فاهمة شو حسب نوعية شخصية الرجل إذا كان والله شخص عنده مبدأ وعنده رأي وبمشي اللي بده إياه وحسب إذا كان الشخص والله ما له شخصية أو إشي والمرأة هي اللي بتمشي اللي بدها إياه فاهم علي كيف فبعود الشغلة هي بتعود لشخصية الرجل نفسه يعني حسب تأثير زوجته عليه أو الشخص اللي بيأثر عليه أكثر. التنين عندهم فضول حسب النوع يعني في رجال هلأ صاروا أكثر من الستات عندهم فضول وعندهم حكي وعندهم نقل فيعني المجتمع بيلعب دوره ثقافة الإنسان بتلعب دورها مشاغله بتلعب دوره والفاضي بيعمل قاضي. بشكل عام الأيام هي اللي بشوفه أنا من إنه الجنس الآخر اللي هم بنات إنه عندهم فضول يعرفوا كل شيء وعندهم درجة شك مش طبيعية ففضولهم ضل دبحهم 24 ساعة وحتى بيريحهمش نهائيا. والله يعني دائما رأي الأغلبية هو اللي بيحكي الصحيح يعني أكيد حوى في عندها بعض الأمور فعندها هذا الإشي موجود يعني بس برضو في شباب موجود فيها هذا الطبع يعني آدم يعني مش زي ما الكل حكى يعني لا برضو في عند الشباب برضو هذا الإشي موجود. كيف التمرين؟ ابدعتوا انتوا بالرياضة مبين عليكم التعب وعرقانين وهيك يا زلمة مفكش ايديه من تشبيكتهم اصلا بالمناسبة يعني. طيب يا زلمة حكينا شوي عن موضوع الرياضات وتفاصيل موضوع الرياضات وشوفت حواء وادم قبل ما نخش على موضوع حواء وادم سريعا بدنا نحكي على موضوع طبيعة الاكل للناس يعني استخدام او تناول الاكل الصحي كيف ممكن الواحد بمختصر هيك مفيد يكون فعلا يدير باله شوي على اكله. في اي يعني في الرياضه بشكل عام الرياضه لحالها ما بتكفي خلينا نحكي او اذا انت بدك توصل لهدفك باسرع وقت ممكن مهم كثير موضوع الاكل. خلينا نحكي كمان الرياضه الاكل بشكل 65% من الموضوع يعني الرياضه لحالها 35% ما بتكفي. هذا للي بني ادم اللي بده ينصح او للي بده يضع. اوكي يعني الرياضه في كل الاحوال
ممتازة وأحسن إشي في الحياة، بس برضو بدك تهتم في موضوع الأكل. موضوع الأكل بشكل 65% من الموضوع. هي توزيع الوجبات. تسيطر بالضبط، تسيطر على موضوع ال ال خلينا نحكي الدهون في الجسم والكتلة العضلية. يعني العناصر الغذائية كلها. كل التفاصيل هاي. مطلوب منك زي أي حدا في الحياة فطور وغدا وعشاء، أهم وجبة هي وجبة الفطور. وجبة الغداء كمان كثير مهمة، وجبة العشاء أهم وأهم. المفهوم الخاطئ عند الناس إن أنا بدأت على الدروجيم أو بديش أتعشى، لا مش صح. يعني لا، بدك تفطر، بدك تتغدى، بدك تعشى، بدك سناك بين الوجبات عشان جسمك يضل شغال طول الوقت، عملية الأيض تعلى عندك، يضل جسمك مواكب لإفراز الهرمونات صح 100% بحرق الدهون أو في عملية بناء العضلات. خلينا نحكي، أنا عندي قاعدة يعني كل كتير بتضعف. إيش؟ كل كتير بتضعف. هاي في المريخ القاعدة مشان أسمع هاي برا. أنا ببلع ريكي بنصح يعني أنت فاهم برا. هاي عندي يعني قد ما باكل لا بضعف. طيب بما إنه في قاعدة ما بعرفش من وين بس تمام. الدراسات أثبتت دراسات حديثة يعني. الدراسات البريطانية. والله مصدرهم رفضوا الكشف عن اسمي. ماشي الحال. طبعا أنا جيت حاطة صحن الفواكه حضنها بتقول لك يعني تصبر للغدا. بالاول وبالاخر طبيعه البني ادم اللي بده يهتم في اكله ليستفيد من العناصر الغذائيه كلياتها تكون موجوده، ولكن بس مش بتشوف انه موضوع انه جهد او مش جهد محتاج فعلا لفراغ انك تقول بدي ادخل كاربو هالقد وبدي ادخل بروتين هالقد وبدي ادخل، عارف يعني برضه تفكير بدك كيف. محاسب جنبك يحسب لك يعني عشان هيك في شيء اسمه اخصائي التغذيه. اوكي عشان تفكر عنك. تمام ماشي اوكي ورحت خطرت الكاش يعني انت. لا خطرت لي اخصائيه التغذيه، ولكن لما اروح اخصائيه التغذيه تحكي لي انت بدك تنصح تمام لازم تاكل 250 جرام مثلا. ما هي بتعطيك الاكل يا اخي، كيف بدها تعطيني الاكل؟ انا كل يوم بروح لها اخذ الوجبه تاعتي يعني. لا هي بتعطيك برنامج اسبوعي او مفهوم. شهري او برضه انت مش فاصلين انا فاهم انك انت بتوصل لي الفكره انه انا انه فكره انه انا لازم اكل 250 غرام مع ثلاث حبات لوز يعني لوجيستيك عالي. هذا بدك بروديوسر معك هاي الخطه بتعملها بالاول وبتمشي عليها الشهر كامل، يعني هي بتاخذ منك نص ساعه بس عبين ما تعملها. انت بتعرف انه هذا الحكي برضه فرح ما فهمت. بتعرف انه هذا الحكي بصفر معك بعدين اسلوب حياه، صير تفهم لحالك بس انه يعني بس محتاج لوقت المفروض. لا يعني ماشي لانه احنا مش واحنا اطفيل ان ثقافة الأكل الصحي بس أنا ممكن هاي على مرحلة احتراف لحدا بده يحترف أو يعني مش شرط لأي حدا بده حمية غذائية. المفروض بعد العشرة كيلو اللي أنت زدتهم تكون هلأ قادر تطلع على حبة الإضامة هاي وتقول لي قديش فيها سعرات حرارية يعني. أنا حكيت لك أنا مش عالم على فكرة، أنا رايح ألعب رياضة. أنت دحللك إياها تطلع حبة ولا شو بتاكل؟ أنا أي إيش أنا مش صحي. أنا موضوع الرياضة بالنسبة لي هو يعني تغيير جو اكثر افهمك من اي ثاني يعني. انا بتعامل معاه مش له تاثير على الجانب النفسي بطريقه ايجابيه، انا مستغل هذا. طيب انت بدك تعطينا النصائح بكل اللي بيحكي عماد عشان الناس اللي زيه عم بيحضرونا هلا عشان يكونوا عارفين كيف انهم يتابعوا تغذيتهم، بس بعد الفاصل. اوكي تمام. بدنا نبدا من زرعه عشان الاستاذ عماد ما تروحش رياضته على الفاضي. زرعه الف باء يعني اب. موضوع الأكل كيف بدنا بسهولة نعرف الحصص الغذائية اللي لازم نأكلها من كل إشي بدون هذا اللي اسمه فضول حواء بالمناسبة السعيدة على تقرير فكرة أنا عم بزيد هذا فضول حواء بس بالأول وبالآخر يعني نستفيد من المعلومة. تفضل بس جاوب فضول حواء مع أنه حكي أقول لك بديش أعرف. لا بدنا خلاص بدناش نحكي. أنا فضول أدب طيب. أنا حابب أعرف قبل ما تجاوب على هذا السؤال يذن سوري يعني بس عشان ما نروح ونبعد. انت شايف حواء اكثر فضولا او ادم؟ يعني هي بترجع للشخص. ايوه دبلوماسي جاي اليوم. لا 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 جد جميله يعني. هي بترجع للشخص يعني صعب مضبط. تحددي انت من وين جاي. انا الاصل يطاوي وانا من المخيم وانا ما انا بخاف يعني. فهي الفكره يعني في كثير عوامل بتخلق لك هاي تفصيله الفضول في الجسم. تمام. بيختلف من بني ادم لبني ادم بعرفش انتوا. لا مزبوط انا معك مية يعني صعب تحدد. طيب ممكن تعيد السؤال اللي كنتي بعد اذنك عشان أوكي. الناس تستفيد كمان. أوكي.
بدنا نرجع نحكي نصائح لكل اللي بتابعونا عن موضوع التغذية تحديدا الحظوظ الغذائية، مثل ما عماد كمان بخربش فيها بأنه قديش الكمية اللي لازم ياخدها من كل عنصر غذائي من كل وجبة بياخدها، لحتى ما ندخل في هاي الدوامة وأصير أنا أفكر لا أنا أكلت اليوم 250 جرام لا بكرة لازم أروح ل 300، هاي الضياع اللي بيصير عند على الشخص. فكرة مش بحاجة الموضوع لكل هالتعقيد زي ما أنت متخيل يعني. لا مش يعني هي الفكرة أنه أنا لازم يكون في أكل في كربوهيدرات في بروتينات في دهون في وفي وفي كل هاي العناصر الغذائية بكميات تتناسب معك وخلصنا. صعب 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 تيجي تحكي لي يعني 250 مشوار او قلم الموضوع يعني شفتي انا بحكي عن مرحله انه يكون عندك في المطبخ ميزان لموضوع انه 250 بدك تكون حدا بوتين. انا احكي لك امتى بدك تكون حدا بحضر لبطوله تمام جد يعني حدا بحضر لبطوله حدا عندك الهوس تمام فعلا هوس يعني هي هوس. وبموضوع الهوس في موضوع كتير مهم لازم نحكي عنه البروتينات وكل هاي الحبوب والاشياء اللي بياخذوها الشباب، بس نتعرف على شويه معلومات شو رايكم؟ يلا تمام شوف شوية معلومات عماد شو محضر لنا. صحيح حضر شوية معلومات غريبة خلينا نتعرف عليها احنا وياكم، ومستنين منك معلومة بس بعد معلومات بتعرف. خلينا نشوف شوية معلومات مشاهدينا وراجعين. وبتعرف لليوم بتعرف انه في بحيرة اسمها بحيرة الناتوان التي تقع في تنزانيا على الحدود الكينية، وهي البحيرة واحدة من اماكن التي تتعدى حدود خيالنا البشري لانها بتحول اي حيوان او طائر بلمسها الى حجر، والسبب الماء القلوية اللي بتتسبب في قتل وحفظ الكائنات الحية. وبتعرف انه في درجة الحموضة في هاي البحيرة تصل من 9 إلى 10.5 درجة تقريبا، ودرجة الحرارة تصل الى 60 درجة مئوية، لهيك سميت بالبحيرة القاتلة. وطبعا قلوية المياه تأتي من ارتفاع نسبة الصوديوم والكربونات والمعادن فيها. تعرف قبائل التبت إذا قرر عريس بده يتزوج فلازم أهل العروس يأخذوا العروسة ويطلعوها على قمة شجرة كثير عالية ويحاصروا هاي الشجرة، هون العريس لازم يجي يفك أسرها ويتحمل ضربهم ويتسلق هاي الشجرة وينزل حضرتها ليكون زواج مناسب. تعرف لازم تعرف إنه في عادة بمقاطعة هوتان الصينية، العريس بيبعث إبرة لأهل العروس بكل بساطة، إذا رجعوا الإبرة وفيها خيط هيك بتكون موافقة، وإذا رجعوا الإبرة بدون خيط هيك بتكون مش موافقة. اما اذا ما رجعوش الابره اصلا فهيك هم بدهمش يشوفوه اصلا. انا بعرف انت بتعرف. ومن الافراح للاتراح خلينا نشوف اندونيسيا اللي بعيشوا الميت عده شهور قبل ما يدفنوه، بعيشوه مع اهل الدار يعني من باب الونس. تعرف وبتعرف الاخيره لليوم وهي خاصه بالحيوانات، واول شيء الحلزون اللي بيقدر ينام 3 سنين متواصله، وطبعا ما بسمع مش عشان ما حد يزعجه لانه ما عنده ذنين اصلا يسمع فيهم، هيك بتيجي قصته. وبتعرف كمان انه حاسه الشم عند الفراشه باقدامها، وبالنسبه للنحله فهي بتحرك جناحيها في الثانيه 350 مره يعني أسرع إشي. وبتعرف كمان إنه البعوضة إلها 47 سن، وبالنسبة للحرباية إذا عصبت بصير لونها أسود، لما تشوف إنه لونها أسود حاول إنك تختصرها. ومعلومة عن القرش إنها بتحب تأكل لحم البشر تحديدا الرجال، يعني كل 13 زلمة امرأة. إحنا ميالنا. هاي شوية معلومات يعني. حلزون زي الفل يعني. شفت في غيبوبة رايح 3 سنين وين نايم وين نايم. شو نياله ما بعرف ناس هيك انا ولا الحكي لك واسمع يا جاره على زون ولا حربان لا حلزون بس عجبني موضوع هذا العريس اللي بده يروح يطاوش اهله ويطلع على الشجره او يفك اسرها بده يطلع على الشجره عشان يفك اسرها. شايفين كيف انتم في نعمه عندنا بالبلد؟ شايفين صحيح مش فاهمه شمست شمست. طب بدنا المعلومه منه انا مش ناسيه بدنا يا ريت تكون معلومه غريبه عن موضوع البروتينات. أعطينا إشي هيك يعني مختلف. أغرب معلومة مش أغرب معلومة أو خلينا نحكي هي معلومة أكثر معلومة شائعة خطأ. أكثر معلومة شائعة خطأ إنه تمارين المعدة بتشيل كرش. بتشيل كرش؟ بتشيل. هذا الحكي مش موجود يعني. ولا حكيت لك. عنجد؟ ولا في منه الحكي. يعني مالك مستغرب الموضوع كثير انت يعني عشان بشوف كل الناس تلعب معدة كنت لك 6 سنين بتسوي معدة والكرش يعني مرة مرة لعبت يعني مستغرب عشان انا بشوف يعني. كل الناس اللي عندهم كرش بيحاولوا يخلصوا منه بيلعبوا معدة لا خطأ تقدر تروحي عليهم وتنكسيهم بهاي طب هو شو بيصير باللي عنده كرش وبيلعب معدة يعني بالعكس بتبني عضلات تحت الدهون فبكبر الكرش انت فاهم شهر الرابع الخامس يعني وهكذا طب كيف يضيع الكرش حلها تجمع بين تمارين الكارديو والاوزان بصير في خطه معينه لازم صحيح في خطه لتنزيل الوزن بالاضافه ل 60% من الموضوع بيكون تنظيم اكل
اها طب عن جد يعني هاي معلومه يعني شائعه هي الناس بقلم. موضوع تمارين المعده للكرش عشان اطلع يعني لازم اطحن المعده وعديت 400 معده اليوم ما شاء الله في برافو يعني من غير فايده يعني لا فاساس هيك فلهيك لازم يكون موضوع ثقافه الرياضه موجوده حتى للي بيمارس الرياضه في البيت يقرا عن موضوع طبعاً. الرياضه قبل ما يبدا طبعا يقرا مش حيكلفه شيء يعني لمصلحته بالاول وبالاخر لانه بالاول وبالاخر مشاهدينا الرياضه هي يعني عمود مهم في الحفاظ على الصحه والحفاظ على النفسيه والحفاظ على سلوكيات الحياه بشكل عام والتعامل المجتمعي ولكن اذا كانت مدروسه فهي الطريقه بتوصلك لمكان انت عم تستفيد من هاي الرياضه فكوتش يزن بنلاحظ احنا في مجتمعنا او بطبيعه الناس المجتمع الشبابي انه بالنسبه لهم الرياضه في مكان معين هي اكثر لا 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 لاظهار الشكل العام يعني العضلات بادي بيلدينج العضلات وحتى احيانا نتيجه عدم توفر الثقافه بتلاقي توزيع الجسم غلط صحيح بتلاقي من فوق مثلا ناصح او في عضل زي الهرم من تحت ومن تحت ضعيف كثير فيعني ندخل على الفاضي عشان اريحك ليش هو؟ نفخ على الفاضي بيكون يعني بس نفخ يعني على الفاضي مش نفخ على الفاضي يعني بس هو نفخ مش متوازن مش متوازن خلينا نحكي يعني ما هذا هون اللي بدي اجي فيه لموضوع البروتينات وكل الاشياء اللي ممكن انه ياخذوها تحديدا اللي بيلعبوا كمال اجسام واوزان انهم يوصلوا تمام. لهي المرحله من العضله شوف البروتين شيء عظيم يعني ليش يعني اليوم حليب البروتين مكمل غذائي تمام البروتين مكمل غذائي فيش له اي ضرر والهرمونات شيء ثاني بنفوت في عالم اخر نفرق بينه في عالم المنشطات هون عالم المنشطات كبير ووسيع تمام وهو اصلا يعني سوق سوداء يعني وزاره الصحه ما بترخصه او بكون له استخدامات دوائيه تمام بكون له استخدامات دوائيه والناس تستخدمه بطريقه خاطئه او بترجمه بطريقه خاطئه اوكي بس خلينا نحكي البروتين الامينو اسيد المالتي فيتامين هاي شغلات الجسم بحاجتها انت مع الرياضه بتحرق يعني بعض الانزيمات بتخرب مش بتخرب يعني خلينا نحكي بتتكسر تمام فبدك بديل بدك إشي سريع يساعدك في النهوض في هذا الحكي تمام فبالناس بتروح للاكل يعني انت مثلا وزنك 70 كيلو بدك تدخل على جسمك 140 غرام بروتين كل وجبه معدل 30 غرام طب منين بدك تجيبهم الجسم بيستفيد شغل من 40 غرام بروتين من 35 ل 40 غرام بروتين على كل وجبه يوميا يعني على كل وجبه اوكي يعني انا ممكن يستفيد الجسم فعليا 70 جرام بروتين في النهار و140 و180 و220 كحد اقصى كحد اقصى أوكي. حسب رياضتك في ابطال كمان اجسام بوصل 5 غرام لكل كيلو ما لها حسبه يعني احنا الوضع الطبيعي من يعني على كل كيلو كم جرام بروتين يعني احنا الرياضيين العاد 1.9 2.2 شكرا للمساواه بيني وبينك احنا رياضيين يعني عارف شكرا هو كان بيحكي معي احنا رياضيين تفضلي انا رياضيه الصبايا جرام جرام واحد سغنين كل واحد وحجمه شفتوا احنا تفاهم يعني وجسمك بمتصش غير من 35 خلينا نحكي ل 40 غرام بروتين بس بشكل عام البروتين هو شيء مش شيء صحي جدا والله طبعا اليوم زي ما حكيت لك الحليب الاطفال بس هو مكمل غذائي اوكي فهمت علي تمام مش كثير بعيد عن بعض جاوبتني على السؤال تمام يعني مش كثير بعيد عن بعض طيب احنا خلصنا هاي الفقره فرح فاصل ورجعين اوكي تروح معنا يا في سياره ولا كيف لا مش بروح قصدر مش بعيد الفاصل يلا فاصل انا مش رياضيه لا انت هلا تشوف انا حكيت انا حكيت انها مش رياضيه انا ما سمعتش شايف سبحان الله يا الله غريبين انت حوا والله على العموم كوتش خلينا نروح نشوف فرح وهي رياضيه وهي نفسها تصير رياضيه في يلا نجرب خلينا نشوف يلا نجرب هلا احنا هون
نجلس جنب كامل نغسل السيارة عشان تفوت عنا جوا على قسم نظيفة. تمام. نغسلها كلها، نليفها، رتبها ونشوف عشان نشوف برضه نتحكم وين الضربات عشان نجلسهم نسحبهم ونقعدها. ماشي، نبلش بالقتول. اه بالضبط بالقتول، نغسل بعدين بنليف. يلا تمام. بدأنا شغلنا اليوم بسيارة كنا عم نغسلها بالقتول، وبديش أوصف لكم قديش هذا بده عضلات إنه الواحد يحمله ويتحكم فيه ويروش صح، ولازم كل الوسخ يروح عن السيارة منه. شوي 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 ارجع ادعسي ادعسي خفيش ادعسي اطلعي كمان ارجع 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 خفيش ارجع 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 طيب شو بدنا نعمل هلا؟ هسه نرفعها نجيب ربيش الهواء نرفع السيارة نشيل رجلين نرفع السيارة نفك الطنبور. في عندك المشرنفاض شو بنعمل؟ عندنا هون هاي برغي برغيين هذا وهذا. بعدها رحنا لقسم البودي فكينا الضواء والشال تبعون جي تي اي. فك الثاني هلا فكناها، فكينا الشل، فكينا الضواو، وفي براغي كتير فيها. وأهم إشي إنك تعرف كل برغي بأنوم فك بنفك حسب قياسه طبعاً. بدك تنتبه بإنك وإنت عم بتفك ما يوقع الجزء اللي عم بتفكه عشان ما ينكسر، يعني بدك تكون دقيق بهذا الموضوع. حفيناها جهزناها لحتى للدهان لتدخل الفرن. كمان كنت على وشك اني اعمل كارثه لما نزلت السياره عن الجاك، لازم تنزل كامله مستقيمه بعدين نلفها، يعني كنت على وشك اني ادمر السياره واقلب انا وياها. قسم الدهان كتير مهمة العيارات، بس العيارات بتنعمل بالعين، يعني هاي بعد خبرة طويلة بتيجي مع الواحد. عملنا أساس لبدي سيارة رشيناها أكثر من مرة وكنا نستناها إنها تنشف عشان تدخل على الفرن. يعني كان يوم طويل متعب، بس بتوقع انه انجزنا فيه، تعلمت كتير اشياء، لفيت على اكتر من قسم، وكتير مهم انه كل قسم بيشتغل شغله، ما بنفع انك تشتغل باكتر من قسم، هاي من يعني اولويات واساسيات الصنعة فعليا. صح الموضوع بده جهد، بس بتخيل انه الانسان سواء كان ذكر او انثى اذا عنده القدرة رح يشتغل فيه، وكتير سهل انه يتعلمه،
فأنا بتمنى كصبية أني أشوف في صبايا كتير عم بيشتغلوا هذا الشغل، يكون إلهم كراجاتهم الخاصة، وأنا رح أكون أول وحدة بروح وبصلح سيارتي في هذا الكراج. وعن جد بشجع الكل أنه يجرب هاي المهنة، لأنها مهنة تقدري أنك تعمليها، مش بس الشاب يقدر يعملها. رياضة ولا مش رياضة يا متعلمين؟ لا رياضة. رياضة. ما شاء الله بعدين فارقة نصحانة يعني هيك باين على الرياضة الحمد لله. شوف برا صح؟ مرحبا. والله إنها بتتعب. ما والله بتتعب، ليش بتتعبش يعني؟ الله يعطيك العافية أول شيء. الله يعطيك العافية. وبعدين أتمنى إنه نوصل إحنا لمكان إنه نصير نشوف يعني في تحرر شوي في الأعمال اللي بتقوم فيها دائما حواء، لأنه إحنا دائما محطوطة أو نظرة المجتمع دائما اتجاه حواء أو جزء من المجتمع. بدناش نحكي بالشمولية، إنه في إطار دائما موجود في حواء إنه بزبطش هون. ليش؟ لأنها بنت هون. شو رأيك؟ بزبطش لأنها يعني أنا طول ما في إشي مبرر ما عنديش مشكلة يعني. مبرر بالمنطق. جديد. بالمنطق طبعا يعني كيف لأنها يعني؟ بنت يعني تركبش إنها تكون ميكانيكي يعني. بس بالمناسبة بس لا يعني الجواب إنه لأنها بنت يعني خطأ. لأنه بزبطش، لأنه أيوة أوكي. مفهوم. من ناحية بدنية بزبطش بقدرش، من ناحية ذهنية من 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 بالعادة في مساواة في هذا الموضوع يعني. يعني أنت في مكان إنه حوى مع، ولكن باللي بيناسبها. باللي بيناسبها طبعا. لا أنا بعترف إنه إحنا يعني كمان كمجتمع محافظ. أوكي. خلينا نحكي مش كل شيء بزبط معنا مع 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 تركيبتنا وبيتنا يعني طبعا. هاي يعني بزبطش نتجوزها تمام يعني أنا مع المرأة وقلبا وقالبا و و و بس بحدود. ضمن الإطار اللي معايير معينة اللي أنا بقبلها إلي تمام. يعني بفهم وجهة نظر هاي، بس أنا بتفق معك بجزئية القوة البدنية، لأنه فعلا في يعني بعض المهام اللي أنا هاي جربتها جزء كثير مهم وكبير فعلا ما بقدر عليها أنا كشخص يعني. ممكن في صبايا أقوى مني، ومنشوف في كوتشات يعني في صبايا مدربات رياضة موجودين أشوف إن مرور هي تنعب فيهم في الحصص يعني صحيح يعني تحية للست رولا، هي حدا مزبوط. يعني ما شاء الله مهتم في موضوع إنه يكون في صبايا بيقدروا بس باحتراف. ولكن يعني إذا كان الشخص لاقي حاله إنه قادر يعمل هاي الشغلة يزن، ليش ما يعملها؟ فيش أي مانع. أنا بنرجع للمرة 50 بنرجع في ميكانيكي في طول كرم، هي صاحبة المكان صبي وفاتح كراج يعني أي مش مشكلة أكيد، ولكن في كثير ناس بتستهجن طبيعة المهنة، في كثير ناس بتحكي لا بزبطش إنه البنت تكون تشتغل زي هيك أو تشتغل هيك شغلة. أوكي، في بنت بتشتغل على إسعاف، في بنت بتشتغل على تريلا على شاحن يعني. فبالأول وبالآخر أنا بالنسبة لي كوجهة نظري في مكان مع، ولكن ظروف العالم أو الشخص نفسه أدرى فيها. صحيح. يعني بالأول وبالآخر. هي فكرتي يعني. كمان أنت ترجمتها بطريقة. بالضبط. يعني هي كمان في له تأثير موضوع إنه أنا أدرى بحالي أكثر من أي حدا ثاني. يعني فهاي كمان بتساعد. حابب أسأل سؤال قبل، لأنه إحنا وصلنا تقريبا لنهاية الحلقة. بالنسبة لموضوع نرجع لرياضة للرياضة بشكل عام والكوتش يزن، تحكينا على موضوع الهرمونات اللي حكيت عنها ممكن تكون تباع بالسوق السوداء، واللي إلها علاقة إنها بتنهض هي أساس تنهض بالتستستيرون المفروض صح؟ التستستيرون صحيح. تحكينا شوي سريع يعني. إحنا بنسميها بشكل عام. شوف إحنا ليش سوق سوداء؟ لأنه إحنا ما بتترخص من وزارة الصحة صراحة يعني. الاحتلال خلينا أسمي هو الجزء الأكبر في استيراد هاي الموضوع يعني. إحنا لما بنروح نجيبها بجيبوها من جوا، خلينا أترجمها بطريقة ثانية، لأنه فيش رابط بيننا وبينهم أو فيش إشي يمنع إنه أنت تجيب من عندهم بطريقة معينة بطرق ملتوية، بيخلي الأمور هاي تتوفر وبعنف عنا، ولا إحنا عنا مش موجودة. فهمت علي؟ يعني أنت لما بدك تروح على مثلا وزارة الصحة أو بتكون عشان تاخذ هذا الشيء بده يكون روشيت. في عندك روشيتا وحاجه يعني دوائيه ملحه خلينا نحكي، عندك عندك عجز، عندك نقص، عندك 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 عندك. بس هي رياضيا يعني اللي بيمارس الرياضه مش ضروريه فعليا ممنوع. مره مش يعني هي مرفوضه ممنوعه. فالناس تاخذها كحاجه بتستخدمها باستخدام اخر. فهمت علي؟ اوكي. يعني انا باخذ تستوستيرون او باخذ الدكه او 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 مسميات كثيره وكثير لها احتياجاتها الطبيه تمام. هي المفروض بتعالج شيء
وانا يعني بسخرها في شيء ثاني اللي هو بناء العضلات وما الى ذلك. طبعا هي بتلعب في هرمونات الجسم بتخرب اكثر ما بتفيد، مشاكلها كثير كبيره من عقم، من تحديد في نوعيه الجنس اللي هو الذكر او انثى، ذكر او انثى، فشل كلوي، فشل وباء في الكبد، صلاح. طب يعني بدون يعني آخر اللي بكون عارف نتائجها أو صعبة عادي يعني ما فيش حدا أو ما بكونش في نصائح من الكوتش اللي عم بدرب أو من الدكتور أو يعني تجار سوق سودا العادي يعني تجار والله يعني ما بنفعش أجمل لك الحكي يعني تجار يعني مع الأسف إحنا بننصح يعني كل الشباب أكيد يعني وفي كثير بديل بتعطيك يعني الجسم بعطيك حد معين واللي صراحة أنت مش بحاجة لأكثر من هيك. أوكي. منافرة لموضوع الرياضة تماما. يعني أنت هان وهو بعيد. هذا مهم كتير ويمكن هي أفضل إشي نختم فيه بإنه كل شخص قادر إنه يوصل للي بده إياه من خلال الرياضة لحالها. صحيح. خلال الحياة الصحية. وهون بدي أترك المجال لإلك لحتى تنصح كل اللي عم بتابعونا بإنه ممكن إنكم تكتشفوا الجانب اللي رح يهمكم ورح يحفزكم أكثر بالرياضة. مش غلط إنه نسأل، مش غلط إنه يكون في حدا عم بيوجهنا فعليا. دائما يعني اول شيء فكره انه انت لازم تروح على النادي، لازم تلعب رياضه مهما كانت وشو ما كان، شو ما كان نوع الرياضه، خلينا نحكي لازم تروح تلعب رياضه، لازم تبلش تفكر في حالك ابدا من الشغل وابدا اصلا عشان تقدر تكون بشغلك وبحياتك وبيتك وتكون حدا انسان ناجح وحدا بدك تعطيه وحدا خلينا نحكي منتج في المجتمع، لازم تكون تلعب رياضه. سبب اساسي من الاشياء من اللي بتخليك ناجح في حياتك الرياضه، بتعزز ثقتك في حالك، أبعادها كثير الرياضة، تعزز ثقتك في حالك، نفسك، صحتك، أجزائك اللي خلينا نحكي الفسيولوجية في الجسم، كل التفاصيل هاي الرياضة بتخلق لك، بتخلق منك جسم سليم، جسم السليم زي ما بيحكوا العقل السليم، جسم السليم، يعني إذا إلي أمنية في الحياة إنه تصير الرياضة بالفعل أسلوب حياة عند الناس. ان شاء الله تصير يعني ثقافة، اتمنى ذلك ثقافة عند الناس أكيد. وصراحة بتبلش من المدارس. نعم صحيح، تربية ثم يعني التعليم. الرياضة عشان تكون فكر لازم تبلش من المدارس اكيد. طيب احنا مع الاسف يزن يعني اكيد في عندك كثير معلومات نستفيد منها، ولكن احنا مضطرين انه ننهي حلقتنا لانه وصلنا لنهاية حلقتنا ووصلنا لنهاية موسمنا من سعيد عليكم مع الاسف. فلهيك مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، إلى اللقاء لموسم جديد إن شاء الله. سعيد عليكم. سعيد عليكم. سعيد عليكم.